مصر بتستضيف المؤتمر المناخ كوب 27. ده حدث عظيم جدا، كل العالم بيتكلم عليه، كل العالم مهتم بيه، لأنه هو بيتناول أكتر حاجة ممكن تأثر على الإنسان هي المناخ، وأكتر حاجة ممكن تأثر على النبات، وممكن تأثر على الزراعة، وبتأثر على الصحة، وبتأثر على معيشة الإنسان بصفة عامة، نقدر نقول المناخ. فنتيجة بقى التقدم العالمي الواضح في المصانع والصناعات المختلفة، وتلوث الهواء وتلوث المياه وتلوث التربة، كل ده بيؤدي في الآخر خالص إلى تغيرات مناخية. التغيرات المناخية دي بتأثر كمان على ارتفاع سطح مياه البحر عن سطح الأرض، ارتفاع المياه الجوفية كمان برضو. لكن العالم كله بيدور على إيه هي الحلول إن احنا نقلل التأثيرات المناخية اللي هي المتواجدة على صحة الإنسان وعلى حياة الإنسان بصفة عامة. فكل العالم بيتكلم على الهيدروجين الأخضر. الهيدروجين من ضمن اللي هي الوقود الغني جدا جدا جدا، اللي هو بيدي كفاءة يمكن قد مثلا البنزين ب 2.7. كل العالم بيتجه انه يستخدم الهيدروجين، سواء بقى في تسيير السيارات، في تسيير الطائرات، في تسيير المراكب، في تسيير كمان حتى عادوا بيستخدموه، ممكن يستخدموه في المصانع مكان الميسين. كمان الهيدروجين الاخضر ده لما بيتحرق بيديني ميه، ما بيدينيش ثاني اكسيد الكربون. لكن مثلا البنزين او كل الوقود الاحفوري او الوقود الاخر كله لما بيتحرق بيديني ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون بيزيد في الجو، لما بيزيد في الجو نتيجه ان الشمس بتنزل على الكره الارضيه او بتنزل على الارض، بنجد ان عشان المفروض ان هي تنعكس ثاني، لكن زياده ثاني اكسيد الكربون في المحيط الجوي او في الغلاف الجوي ده بيخلي ان الشمس أو الحرارة ما تنعكسش مرة تانية على الشمس، فبالتالي بيؤدي إلى سخونة الأرض، وما الأرض بتسخن ده بيأثر على التربة وبيأثر على النباتات. فبالتالي لازم نقلل كمية ثاني أكسيد الكربون اللي موجودة في الغلاف الجوي. فمن ضمن الحاجات المهمة جدا عندنا في مصر إن احنا ممكن ننتج الهيدروجين الأخضر من القمامة أو بنقول عليها الزبالة، خاصة إن احنا عندنا في القمامة اللي عندنا أو الزبالة اللي عندنا حوالي 60% من محتوياتها مواد عضوية. المواد العضوية دي ممكن تستخدمها البكتيريا في عملية اللي هي التخمر اللاهوائي، بحيث ان احنا نقدر ننتج منها الهيدروجين. فلو بنجد ان احنا عندنا العالم كله او دلوقتي التكنولوجيا دي عادت متوفرة في العالم، ازاي اقدر انتج الهيدروجين بعملية التخمر اللاهوائي للمواد العضوية خاصة القمامة. فبنجد ان مثلا حوالي بس جرام بس من الزبالة او من القمامة ممكن ينتج لي 2 مول هيدروجين، او بنسميها حوالي 48 لتر من الهيدروجين. طب ده في استخدام البكتيريا اللاهوائية. البكتيريا اللي احنا بننتج عندنا زبالة في مصر بناء على وزارة البيئة حوالي 35 مليون طن في السنة. 35 مليون طن في السنة بنتعامل مع جزء كبير جدا منها تعامل غير علمي، فبالتالي لما ننتج منها الهيدروجين ده بيوفر طاقة جديدة وطاقة متجددة. الطاقة دي اقدر استخدمها في تفويل العربيات وما الى ذلك. في محطات كتيرة جدا اتنشأت في العالم كله على انتاج الهيدروجين من القمامة، وبيستخدموا كمان الهيدروجين ده في تفويل العربيات بدل البنزين، فبيوفر طاقة من القمامة. كمان في نفس الوقت بعد ما باخد من القمامة الهيدروجين ده بيتوفر عندي مخصبات زراعية، يعني بعد ما بحطها داخل الفرمنتور ده او داخل المخمر اللاهوائي بيطلع لي حاجة اسمها اللي هي بعد عملية التخمر بقى باستخدام البكتيريا بيطلع بنسميها ديجستيت او بنسميها اللي هي مخلفات تانية، بس المخلفات دي اقدر استخدمها كفيرتلايزرز او بنستخدمها كمخصبات للتربة الزراعية. فكده انا حولت القمامة اللي عندي او اللي هي الزبالة اللي بتضر البيئة وبتضر المناخ وبتضر الغلاف الجوي عندنا الى طاقة اللي هي طاقة الهيدروجين، وفي نفس الوقت طلعت منها مخصبات زراعية اقدر استخدمها في تسميد التربة الزراعية، وبتوفر لي دي طاقة
طبعا كتير جدا جدا من انا يبقى انا عالجت ان انا اتعالجت مشكله القمامه وفي نفس الوقت انتجت طاقه جديده ومتجدده اقدر استخدمها مكان هو الوقود الاحفوري العادي، وفي نفس الوقت قدرت اطلع مخصبات زراعيه اقدر استخدمها في التربه الزراعيه، يبقى انا وفرت كمان على الفلاح ان هو يقدر يشتري كيماويات من كيماويات ويستخدمها في التربه ممكن تلوث التربه. الهيدروجين له انواع كتير جدا، منه الهيدروجين الاخضر اللي انا اتكلمت عليه. الهيدروجين الاخضر طبعا افضلهم، غير ملوث للبيئه بالمره، ولكن في عندنا الهيدروجين الرمادي وفي عندنا الهيدروجين الازرق وفي كمان الهيدروجين اللي هو احنا قلنا الازرق وفي الرمادي وفي الهيدروجين كمان الاسود. الهيدروجين الاسود والهيدروجين الرمادي والهيدروجين اللي هو الازرق كل دول بينتجوا من المنتجات البتروليه العاديه، لما بنتجه بيستهلك كميه كبيره جدا من الطاقه، وفي نفس الوقت كمان بينتج لي كميه كبيره جدا من ثاني اكسيد الكربون اللي ممكن تلوث الهواء وبتعمل تغيرات مناخيه واضحه بتاثر على النبات وبتاثر على البيئه اللي موجوده. انتاج الهيدروجين على قمه اولويات المناخ، لان انا لما بنتج الهيدروجين وبعيد استخدامه تاني كبديل للوقود الاحفوري ده بيحسن لي بيقلل كميه ثاني اكسيد الكربون اللي موجوده في الجو. الحاجه الثانيه بيحسن يعني بيقلل الاعتماد على الوقود الاحفوري وبالتالي بيكون عندك مصدر طاقه جديد. الحاجه الثانيه الدوله المصريه كمان اهتمت باقامه مشاريع مهمه جدا جدا عن انتاج الهيدروجين سواء في العين السخنه او في بورسعيد، وعمل وفي المشروعات دي اتفقت عليها الحكومه المصريه اوريدي على انتاج الهيدروجين سواء من المخلفات او من المخلفات البتروليه على انتاج الهيدروجين كمان عشان نقدر نستخدم الهيدروجين كبديل للوقود الاحفوري في الاغراض المختلفه، زي مثلا كبديل للبنزين او كبديل للميثين اللي بستخدمه في تفويل العربيات. انتاج الهيدروجين الاخضر هو اقل التكلفه واعلى التكلفه انتاج الهيدروجين من الالكتروليسيس او عمليه التحلل المائي للميه. كمان لما بنتج الهيدروجين ما ببصش لانتاج الهيدروجين من الناحيه الاقتصاديه على قد ما بعد كده بيأثر لي على المناخ ولا ما بيأثرش على المناخ. يعني مثلا الهيدروجين الاخضر ما بيأثرش لما انا بنتجه مثلا من المخلفات، يبقى انا حولت المخلفات لمنتج صديق للبيئه، لكن لما بستخدم مخلفات زي المخلفات البتروليه في انتاج الهيدروجين الرمادي او غيره فانا بينتج لي كميه كبيره جدا من ثاني اكسيد الكربون اللي هي الضرر بتأثر على التغيرات المناخيه. كما ان التكلفه بتاعه انتاج الهيدروجين الاخضر اقل بكتير جدا، مثلا ممكن تكون 1% من انتاج الهيدروجين من المخلفات البتروليه. اعتقد ان مصر مرشح قوي جدا هي تكون مركز اقليمي لانتاج الهيدروجين الاخضر خاصه من المخلفات، خاصه ان احنا عندنا 35 مليون طن زي ما انا قلت في البدايه من القمامه، نقدر معظمها حوالي 60% منها مواد عضويه اقدر استخدم البكتيريا في المخمرات بحيث ان انا انتج الهيدروجين الاخضر، وبالتالي لو انا عندي زياده اقدر اصدره، لان قيمه الهيدروجين الاخضر مش في قيمته الاقتصاديه بس، ده هو كمان قيمته البيئيه وقيمته بتاثيره على صحه الانسان ان هو مفيد جدا لصحه الانسان، وبالتالي بيقلل التغيرات المناخيه او بيقلل التاثيرات الضاره للتغيرات المناخيه على صحه الانسان. فبالتالي مصر تعد من الدول الواعده ان انتاج الهيدروجين الاخضر لما تمتلكه من ثروات سواء عندنا القمامه او عندنا مثلا كثير جدا من المخلفات الزراعيه، كثير جدا من المخلفات الحيوانيه ممكن اقدر استخدمها في عمليه التخمر الهوائي انتج منها غاز الهيدروجين، وما استخدم غاز الهيدروجين اقدر اطلع غاز الهيدروجين بيطلع معاه ثاني اكسيد الكربون، لكن سهل جدا ان انا افصل ثاني اكسيد الكربون عن الهيدروجين واقدر استخدم الهيدروجين الاخضر كبديل للوقود الاحفوري، فبالتالي بيوفر كتير جدا سواء بيوفر كتير جدا يعني بيوفر كتير جدا اقتصاديا، وبالتالي بتعد مصر من هنا او مصر بترتقي بانتاج الهيدروجين الاخضر للحفاظ على البيئه. التغير المناخ حاليا في الوقت الحالي في مصر طبعا بنسعد وبنتشرف باستضافه كوب 27، ودي حاجه طبعا بتوضح قد ايه مدى اهتمام الدوله بالتغير المناخ وتاثيره على الاقتصاد بصفه عامه. احد المحاور المهمه جدا في تاثيره على الاقتصاد اللي هي تلوث المياه او تغير جوده المياه نتيجه تغير المناخ. ارتفاع درجات الحراره بتسبب تغير كتير في عمليه الايفابوريشن او عمليه الطبقه البخر وفقد الميه. جوده الميه بتختلف نتيجه في طبعا حاجه من الحاجات المهمه جدا في تغير المناخ ارتفاع الحراره، بيزود انواع من انواع الطحالب اللي هي بتبقى مشكله بتسبب مشاكل في الصحه. من التكنولوجيات الحديثه طبعا وعمليه ندره الميه اللي بقت تحصل دلوقتي نتيجه مشاكل ندره الميه وسد النهضه والمشاكل بتاعته، وده من الحاجات اللي بتتجه لها الدوله في التغلب عليها بوجود تحليه مياه البحر
دي حاجه من الحلول الموجوده عندها. التغير المناخ طبعا مع تغير جوده المياه بقى فيه تكنولوجيات جديده وبقى فيه اضافات مواد مستخدمه جديده في شركه القابضه للمياه والوزاره الاسكان بقت في الابحاث وتطبيق الابحاث ما بين الربط ما بين البحث العلمي والشركه القابضه في هذه النقطه ما بين عمليه تطبيق التكنولوجيا الحديثه استهلاك تقليل استهلاك الكيماويات برضو لعمليه تقليل الانبعاثات والمشاكل بتاعتها في مجالات كتيره بالنسبه للدوله ما بين الدوله وتطبيقها في صحه المواطن وتكنولوجيات وسياسات الدوله بصفه عامه مطبقه في هذا المجال. طبعا الدراسات كتيره حتى كان المعهد سابقا او شعبه بحوث البيئه كانت شعبه بحوث البيئه فقط لا غير اصبح الاسم الحديث بتاعها بقى معهد بحوث البيئه والتغيرات المناخيه نتيجه طبعا اهتمام البحث العلمي واضافه البحث العلمي لاستخدامه في قضايا المجتمع. يعني البحث العلمي طبعا هو ايه فائده البحث العلمي بدون ما يكون بيتعلق بالمجتمع، انما هو البحث العلمي هو تطبيق الابحاث ودي رؤيه المركز والحكومه والبحث حاليا في كل الشغل بتاعهم ان هو عمليه ان هو يقدر يعمل بحث قابل للتطبيق مش مجرد بحث يحفظ في الادراج او ينشر وانتهى الموضوع، انما معظم دلوقتي حتى رسائل الماجستير او الدكتوراه او ابحاث الترقيه بالنسبه للاستاذ مساعد او الاستاذيه بقت ابحاث كلها لازم تكون قابله للتطبيق في معالجه المشاكل كلهم في تخصصه في المشاكل. طبعا انا بتكلم عن تلوث الميه كل الابحاث المسجله والمنح بالنسبه للطلبه الاوائل الخريجين والحاجات كلها اللي جايه للمركز كل تطبيق عليها ما البحث وقضايا الواقع او المجتمع من ناحيه تلوث ميه من ناحيه تغير مناخ عمليه الادابتيشن عمليه اللي هو التاقلم مع تغير المناخ والحفاظ على الوضع البيئي وعدم ان يسوء اكتر. ودي طبعا حاجات من الحاجات الابحاث القائمه في تلوث المياه ما بين تلوث المياه بينقسم جزء عمليه معالجه الصرف المياه الصرف والصحي وفي جزء لمعالجه الصرف الصناعي وفي جزء بالنسبه يختص بيه عمليه معالجه مياه الشرب وده كله في تخصصه. الهدف الرئيسي كله عمليه التغلب على المشاكل القائمه بالنسبه لتغير المناخ وتقليل اي انبعاثات تخرج من والوضع البيئي للمحطات وتطبيقها بالنسبه للبيئه والمجتمع. زي ما اتكلمنا عمليه اللي هو التغيرات المناخيه كلها نتيجه انبعاث ثاني اكسيد الكربون وارتفاع درجه الحراره بسبب ارتفاع درجات الحراره والحاجات دي كلها وده من الحاجات اللي هي المنشوره عالميا المعروفه طبعا. فهو دلوقتي كل تعديل التكنولوجيات بعمليه ان احنا تعمل كنترول سواء في تقليل الاستخدام انبعاثات مواد تقلل الانبعاثات او الكيماويات اللي تسبب اضرار على البيئه والتحكم في الصرف الصحي والصناعي ومعالجته قبل صرفه ده كل ده بيقلل عمليه اي اضافه او تغير بتضاف او بتاثر على البيئه. فطبعا اصبح ان هو دلوقتي هو تارجت واساس وهدف لكل باحث وكل قائم بالنسبه وطبعا دي نتيجه التوصيات الواضحه واهتمام فخامة الرئيس والدولة والحكومة كلها عملية ان هو تقليل اي انبعاثات. وطبعا ده بيندرج في الجزء في الكوب 27 ودي من الحاجات المهمة جدا عملية ان هي حتى الدول اللي كان بتسبب في كثرة الانبعاثات بتدفع حساب التكلفة بتاعتها دي في موضوع تأثيرها على البيئة والمجتمع والكوكب ككل يعني او الكون بصفة عامة. هي طبعا ما اصبحش دلوقتي هو الموضوع المؤتمر بيهتم بالعالم كله واصبح زي ما بنقول هو العالم كله عباره عن قريه صغيره. ما يؤثر في الخارج يؤثر علينا وما يؤثر علينا يؤثر في الخارج. فاصبح الموضوع كله مرتبط ما اصبحش ان هو تطبيقه في مصر او تطبيقه في العالم فقط لا غير او في احد الدول انما دلوقتي كل الدول بتتاثر بهذا الموضوع. فاكيد التوصيات اللي هتبقى خارجه عمليه ايجاد التكنولوجيات واضافه سواء كيماويات او مواد معالجه هتبقى صديقه للبيئه، تقليل الانبعاثات الكربونيه والغازات والحاجات دي كلها مما يؤثر على البيئه والحفاظ على جوده البيئه والمناخ بصفه عامه سواء في مصر طبعا ده اهم حاجه والدول المحيطه والعالم كله بصفه عامه ان شاء الله يعني.
احنا بنتكلم على دور المرأة بمناسبة النهاردة استضافة مصر لمؤتمر المناخ 27، وبنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنجازات اللي عملها طبعا، وخصوصا لتتويج المرأة على مستوى العالم، رقي وتطور وفكر متطور على مستوى العالم. احنا بنتكلم على دور المرأة في إدارة المياه وترشيد الاستهلاك. احنا لو هنتكلم على الاستراتيجية الوطنية لإدارة المياه، هي بتتمحور أو بتتركز في 4 محاور مهمة. المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة، ودي ما بين تنمية موارد مائية وما بين تحسين استخدام، ما بين تطوير وما بين ترشيد الاستخدام. وترشيد الاستخدام هنا هنتكلم عن ان دور المرأة لو مش موجود بوعيها للطفل والأسرة وتعليمه وغرس في ثقافة الترشيد بدل من ثقافة الوفرة، فده دور مهم جدا للوصول إلى تنمية مستدامة وإدارة سليمة للمياه وتنمية موارد المياه والبيئة في المجتمع المصري. احنا بنتكلم على دور المرأة عموما كمان في انها تقدر تحقق ده بوجودها في صناعة القرار والسياسات، ما بين انها بتدخل برأيها وبخبراتها في مجاميع زراعية او ما بين صناعات القرار المختلفة في السياسات المرتبطة بإدارة المياه. عندنا ممكن استخدام الوعي الأمثل للمرأة كمان وإدماجها في العمل المجتمعي، ما بين دورات تدريبية، ما بين وعي مجتمعي من استخدام المياه الأمثل وعدم تلوث مياه نهر النيل. ممكن يبقى في دورات وعي زي السباكة الخفيفة، انها تقدر ما يبقاش في حنفية بايظة في البيت، او ممكن بسهولة ان هي تقدر تعالجها لحد ما يبقى في صيانة كلية. ممكن اقدر اتكلم عن اعادة استخدام المياه في البيت في منظومة بسيطة جدا، اقدر استخدم مياه الجري ووتر او المياه اللي هي بتاعة الاحواض والبيوت، ممكن استخدمها في المراحيض. دي جزء من ترشيد. انا بتكلم على وعي المرأة انها بتغرس في الطفل من الصغر انه يتعود انه يستخدم المياه باسلوب امن، انه ما يصرفش في الاستخدام وفي نفس الوقت ما يلوثش النهر، ما يبقاش فيه عندي القمامة اللي موجودة او المخلفات اللي في المنازل ابدأ ارميها في الشوارع وارميها في نهر النيل وغيره، وابدأ استخدم ده كمخلفات وادخلها في صناعات. في حاجات كتيرة جدا مستخدمة في البيوت من مخلفات ومنتجات بلاستيك وغيره، أقدر أعيد استخدامها. فده كله في الآخر عائد على إن أنا بعمل بيئة آمنة، وفي الآخر هتوصل لإدارة مستدامة للمياه وترشيد للاستخدام. ده بالنسبة لدور المرأة في بالنسبة للمية. وفي نفس الوقت هنتكلم على التغيرات المناخية، إنها من أهم العوامل المؤثرة على التغيرات المناخية. عندي ان انا يبقى في زيادة في المية، وانا عندي دلوقتي ندرة في استخدام المياه وشحها على مستوى العالم كله، وبالتالي ده جزء وعامل مهم جدا في التغيرات المناخية. البحث العلمي طبعا، انا لما هتكلم على بحث علمي يبقى انا بتكلم على منظومة التطوير. فانا اي منظومة في الدنيا واي بلد متطورة اي مع البحث العلمي. انا لو هطور من محطة هحتاج ادارة بحوث وتطوير، لو هطور من حتى استخدام اليات للري حديثة زي الري بطانية وغيره، احنا كل ده بحث علمي. فبالتالي انا ربط البحث العلمي بالتنفيذ هو ده رقم واحد في التطوير والتنمية لاي مجتمع. احنا لما نتكلم على الوعي البيئي مش هنتكلم على حكومة فقط، الحكومة لوحدها والدولة مش هتعمل شيء مؤثر في المجتمع زي ما يكون في مؤسسات مجتمع مدني تبدأ تندمج مع الشارع والمواطن البسيط ومع المواطنة اللي في بيتها والفلاحة والإنسان الريفي والمواطن. لازم يبقى عارف في طريق للتواصل ما بينه وبين الحكومة. العامل الواصل ما بين الحكومات وما بين أي مواطن في الشارع هي المؤسسات المجتمع المدني. فأنا بناشد إن الناس يعني المواطن إنه يعني يبقى في ثقة ما بينه وبين الحكومات عن طريق الاندماج في العمل الخدمي والمؤسسي.
المجتمع المدني. أيوة طبعا، احنا عندنا تأثير التغيرات المناخية على المياه، في شح وندرة في المياه، عندنا الأمطار دلوقتي ما بقاش في المطر على مصر إلا في بعض المناطق الساحلية، ودي طبعا كان مورد من موارد. عندنا نهر النيل وطبعا الحصى اللي بدات تقل، فاحنا محتاجين ان احنا نرشد في الاستخدام. عندنا هدر كتير جدا في الزراعه، طبعا 80% من نهر النيل بيروح في الزراعه، فبالتالي بيبقى هدر مياه اكتر. عندنا تحديات كتير بالنسبه للمياه، مثلا في تصحر، عندنا ما فيش امطار، فبالتالي قلت بالفعل المياه الجوفيه اللي موجوده في الصحاري، فبالتالي ما بقاش في زراعه. نسبه منسوب المياه البحر اللي بدات تزيد 1 سنتي دلوقتي بدات تدخل على الاراضي الزراعيه وتملحها، فبالتالي ده بيعمل انعكاس طبعا على كم المحاصيل الزراعيه، وبتبدا تعمل خلل في التربة علشان الزراعة. ده بالنسبة للمية والزراعة. بالنسبة للتأثير، هي أول تأثير على من تغيرات المناخية هي على الطفل والمرأة، فدي يعني عوامل كتير جدا. احنا بيبقى في تحديات على المواطن المصري وطبعا على العالم كله. مصر رغم انها بتشارك ب يمكن 6% من الملوثات على مستوى العالم من الكربون والمؤثر على التغيرات المناخيه وزياده درجه الحراره والاحتباس الحراري، ولكن هي من الدول اللي متاثره جدا بالتغيرات المناخيه. وبالتالي احنا في كمان كنا لسه أول شهر 10 كان في شبكة الوطنية لشبكة المرأة الوطنية لنهر النيل، ودي شبكة فعلا تابعة للمنتدى الوطني لنهر النيل، بدأت انطلاقها وكانت زي منصة جديدة بتضم جميع دول حوض النيل. كل دولة فيها بيكون فيها شبكة، بيبقى من السيدات، سيدات المجتمع المدني وغيرهم اللي بيبدأوا يشاركوا بدورهم وخبراتهم، ويمكن مشاريع يبقى في تعاون علشان خاطر نقدر نكافح ونتصدى لتحديات التغيرات المناخية زي التصحر. في دول في عندها تصحر زي مصر، وفي دول تانية بقى في سيول ومياه زيادة وغيرها من المشاكل الكارثية اللي ممكن تحصل نتيجة التغيرات المناخية.